بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض آيات للموقنين. والأرض فيها يابسة وفيها ماء، اليابسة والماء، الماء ثلاث ارباع الأرض واليابسة ربع. ليه؟ لأن الأرض دي عايزينها تنبت أشياء نعيش منها، نعم، والماء الإنسان لا، وعايزين المية تبقى عذبة لأن الماء ما تصلحش لها، واللي خلى رقعة الماء أوسع من رقعة الأرض. ليه؟ قال لك لأن المياه المالحة مخازن المياه، ربنا عملها ملحة بس عشان وصولهم والعفن بعد ذلك تتعرض للجو وللشمس ويطلع منها البخار. لما يطلع منها البخار يعلى يعلى وينسحاب حتى إذا إيه؟ سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. طيب، وتنزل المية عذبة، لما تنزل المية العذبة تجري في الأنهار، الأنهار نشرب منها ونسقي حيواننا ونروي نباتنا. وإزاي؟ قال لك إن كانت الأرض رملية تمص لتحت، وإن ما كانتش رملية صلبة أو طولية تقوم ترمي في الإيه؟ في البحر، في المصب، لذلك يسمونه إيه؟ مصب. وحكمة الخلق الآية أن مجاري المياه العذبة أعلى مستوى من المياه المالحة، ولو أن الأمر بالعكس لطغت المياه المالحة على اليابسة. يقول اللي احنا عايزينه لازم يبقى إيه؟ أعلى مستوى، أعلى. بينهما برزخ لا يبغي، ما يبغيش إيش يعني. ولذلك تجد العذبة بقى في القدرة بقى، يقول لك ما تفتكرش إن أنا عملتها كده عشان النبات ما ينبتش ويطلع لك المياه الإيه؟ بعذبة. أنا هخلي كده في الحتة مالحة كده وأجع على شواطئ الملح كده وأديك أجود أنواع الثمار. لو رحت العريش تستعجب تقوم تجد هناك إيه؟ النخل كله على شط البحر. الله، شيء عجيب. امسك بقى التين اللي احنا بناكله بنسميه التين العجمي، كل ما يجيش الا على الحته المالحه، يبقى كان قدرتي بقى تعمل العجب. مع قدرتي تعمل العجب يعني انا مش محكوم بغيره، انا اعمل اللي انا عايزه. ولذلك لما يجي يضرب البحر يبقى جبل ويمر منه يبس. طيب، ولما بقى في الصحراء يضرب الجبل يطلع ميه. الله، اذا قدرته الحق لها طلاقه، اوعى تفتكر انها مقيده بشيء. ولذلك جابها في الخلق الاول في ادم الى ان تقوم الساعه. ادم خلقه من جماد ونفخ فيه الروح، مش كده؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ خلق من ادم الذكر بقى حواء. طيب، وبعدين خلقنا احنا كلنا من ذكر ومن انثى، لكن دي مش شرط. طب ما انا خلقت عيسى من ايه؟ من ام دون اب، وخلقت حواء من اب دون ايه؟ دون ام، وخلقتكم جمهرة من اب وام. ويبقى الاب والام موجودين واجعلوا من يشاء عقيما. الله، يبقى اذا في طلاقة ايه؟ طلاقة قدرة. يقول يخلي السمك يبقى في الماء المالح والسمك في الماء العذب. ومن كل تاكلون لحما طرية، ما خدش ده حارق وده ايه؟ ده دي عظمة ولا مش عظمة؟ وبعدين ده في البحر. وبعدين زي ما قلنا في اللباس، فيه ضرورة وفيه لباس رياش يعني زينة ولباس التقوى. قال لك في البحر كده بناكل اللحم ده عشان يقوته، ومش عارف ايه، بناكل جمبري وناكل كابوريا وناكل مش عارف ايه وانواع كتير من ايه؟ من الاسماك. ولما نعوز بقى الرياش نطلع لؤلؤ ونطلع الايه؟ المرجان. الله، تستخرجون منه ايه؟ حلية ايه تلبسونها؟ كذلك الارض، في ارض خصبة تطلع زراعة، وبعدين جبال، بقى في الجبال بقى، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود.
كل زمن يتأتى فيه في الجبال المعادن الله. أعلى أغلى معدن هو إيه الآن؟ الماس. أخذ نجم من إيه؟ من الجبال. الله بعدك ولذلك قال لك لو أنت أخذت قطعة من محيط الأرض إلى مركزها وشفت إن كانت خصبة طلعت إيه؟ وإن كانت جماد ولا صحراء طلعت إيه؟ ثم لما تحسب دي ثم تلاقيها دي أدت زي دي تمام، بس كل حاجة لها إيه؟ لها أوان، بترول له أوان، معادن له أوان. نيجي مثلا في الجبل الحجر منه مثلا يعمل مرمى، ومنه يعمل رخام، ومنه يعمل جرانيت، ومنه يعمل ايه؟ الحجر العادي. الله، يبقى انه زي الارض ما بتنبت من ينزلها في حاجه واحده وجدر واحد، وفي الارض قطع متجاورات، مش كده؟ وجنات الى اخره. وبعدين يتكلم فيها فيقول يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. انا ناكل به يبقى مر يوميه، واكل ده يبقى عذب حلو، وده يحر يومين، ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد، وياخدوا شعيرات تطلعها بالله. طب من الذي علم هذه ان تنتخب؟ هم علماء بقول لك ظاهره الانتخاب، انتخاب الغذائي. طب مين اللي بينتخب؟ النبات هو اللي بينتخب؟ الانتخاب ده واحد لازم يكون ده كذا وده كذا وده كذا، انما هي قدره الايه؟ قدره الحق. يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل. ادي في الارض ايات للايه؟ ايات للموقنين الذي يتيقن انها مخلوقه من قادر، وقادر حكيم، وحكيم وعادل وكل وقيوم. كل دي نعرفها من ايات الايه؟ من ايات الارض. وذلك آية من ترى من الله أنزل من السماء ما أنت أخرجها به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب مختلف ألوانه كذلك. ثم يعقبها بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما ذكرش حكم شرعي، ما ذكر صلاة ولا ذكر. يبقى العلماء بإيه؟ بكل ما في الوجود، عالم نبات، عالم حيوان، عالم الإنسان، كل هذا ما جابش أحكام شرعية. يبقى العلم الوصول إلى حقيقة نافعة، بس حقيقة نافعة في زمن الدنيا ولا حقيقة نافعة في الآخرة؟ يبقى الحقيقة النافعة في الدنيا هي اللي بيقول لك عليها دي، والحقيقة بقى النافعة في الأخرى هي الإيه؟ استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم، إن هي هتديه الحياة الإيه؟ إن الدار الآخرة هي الإيه؟ ما هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى أدلة الحق التي بسطها في الوجود لتدل على الوجود الأعلى بكل صفات الكمال. ويجي بقى في الحته دي يقول لك هذه ادله في الكون المحيط بك، ولكن فيها ادله في نفسك انت من غير الكون ده خالص، ما بصيتش في الكون انت بس في نفسك. ازاي بقى؟ انك القمه الايمانيه ان تؤمن بوجود اله له قدره على خلق الخلق وتدبير حركاتهم على اختلاف انوانها، وتؤمن بأنه واحد، وتؤمن بأنه لا يدرك، بأن الذي تدركه يبقى بصرك أقوى منه لأنه أحاط به، فلو أدرك يبقى ما ينفعش بقى إله. يقول لك تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب ديك الأولانية في الأرض آيات المقرئة برضه في السماء مش عارف إيه، دي بتدلنا على إله. لأننا بصينا في الكون حوالينا لازم نستنبط إن في إله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيوقع الكافرين في الفخ، انت عارف في اليك زي ما بيقولوا، يقول لهم تعالوا بقى ولئن سألتهم من خلقكم من مين؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله ليه ما قالوش لي فيه؟ طب ده في ناس تدعي الحد كتير، لك لا أنا خلقك لم يقلها أحد. ليه؟ لأن مفيش واحد يقدر يدعي إنه خلق نفسه،
لانه ايه اتولد ربيع لا ما يعرف حتى يتكل ايه ولا ينزل ولا يتحرك، يبقى ما يقدرش بقى بعد كده يقول انا اللي خلقت نفسي. وطرأ على كون ما يقدرش يقول اللي خلقت لانه هو اتولد لها، يبقى الحتتين دول اللي ما يمكنش حد يخترق ويقول انه انا خلق ربنا بيردهم يعني سألتهم يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا. ولذلك يقول ايه أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما هم اللي خلقوا كان أي لا خد منا الكون ده احنا اللي خلقين، محدش قال حكم الآن لا يقولها أحد مع أن في ملاحظة اثنين. قال لك لأن لو أي واحد يقول أنا اللي خلقت ده أنت اتولدت خلاص وانت طرأت عليها، يبقى لا يمكن ان تقول هذه ولا ان تقول هذه، يبقى قضيتين. يقول لك ادي في الكون في انفسكم بقى بالشكل ده، يبقى ده الوجود الاعلى المدبر للكون اللي بيه حياه الخلق كلها. يجي في نفسك يقول لك ايه؟ انت عايز تشوفه؟ ربنا رد على ايه مثلا؟ قال له ارني انظر اليك. قال له لم تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل وعله دكا، يعني أنت تكوينك ما يسمحش بأنك ترى هذه القوى العظيمة. الجبل أشد منك فإذا تجليت عليه يبقى يدك. ولذلك خر موسى إيه؟ صاعقة. إذا كان موسى صعق من رؤية المتجلى عليه فكيف إذا رأى المتجلي؟ يبقى يعمل إيه؟ مش ممكن. تقوله في نفسك بقى الدليل. إذا خرجت الروح ما الذي يحبسه الجسم؟ بقى رمة يتفتت وينتم وتبقى شغلانة. طيب بقى الروح هي اللي كتبت الجسم وتدي لكل جارحة ولكل جهاز حركتها ويؤدي مهمته، فإذا خرجت الروح انتهى. امسكني بقى، هل الروح التي فعلت ذلك بمجرد ما خرجت بقت رمة أدركتها؟ هل رأيتها بعينك؟ لا. سمعتها بأذنك؟ شمته؟ لمسته؟ فإذا كان الله قد خلق ما لا يدرك فكيف تطلب مما لا يدرك إنه يدرك؟ ده خلق ما لا يدرك، يبقى في نفسك. وأيضا بقول لك أنت في سبيل الله عشان الغلابة اللي مش عارف يقولون عنه الغلابة دول كوم وعايز ضروري دول. الله إزاي؟ قال لك عشان يثبت القدريات القوة وده ما يطيحش وده يطيح وده ما يطيحش. الله مش تلاقي مش قدرة مش ميكانيكا، قدرة المرادة عشان يعرف ان ربنا له ارادة عمل دي كده وارادة دي. وبعدين يعطي من سلب منه شيئا فوق ما سلب منه، بس احنا ما بننبهش اليه. طيب فتقول له إذا أنت لا تدرك روحك لا رأيتها ولا شمتها ولا لمستها فإياك أن تتسامى عشان تقول أنا أدرك الخالق، لأنك لم تدرك مخلوقا لله. فإذا عجزت عن إدراك مخلوق أتتسامى إلى أن تدرك خالقا؟ يبقى ما تنفعش. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب تعال في أنفسكم أفلا تبصرون، يقول لك إيه؟ أنت عايش مثلا في منطقة حارة وأخ لك يعيش في منطقة بارية في الجليد من فوق، حنقيس حرارتكم انتوا الاثنين، انت في منطقة حارة وهو في منطقة جليد، تطلع الحرارة كلها 37 واحدة. فلا أنت تأثرت بالحرارة فزادت حرارته ولا هي تأثر بها فهي هي سبعة. أكن ربنا خالق الأجهزة دي على إن 37 دي هي بها استقامة الجوارح، إن اختلت درجة لازم يبقى في خلل في الجسم. ولذلك أول ما يجي الطبيب يعمل فيك إيه؟ بيقول يقيس اللي إيه؟ ياخد الحرارة. وبعدين يقيس النبض. وبعدين يقيس الإيه؟ يسموه إيه ثاني؟ ثاني إيه؟ فين؟ الضغط. الله. فيه أشياء عشان استخدم إنها نتائجها متفقة في كل البيئات حارة أو باردة. ما تختلفش. طيب ما دام احنا نعرف بعلمنا ان في حاجه استطراق، اول استطراق المدروك استطراق الماء. ساعه الماء ما تنزل من السماء ما
تستقلش على الأعلى إلا إذا امتلأ الأدنى. يعني تنزل على الوقت عم تنزل لما يبقى يعلى كده وكده تنزل عليهم الاثنين. أدي استطراق الماء. ولذلك جعلوا ضبط الاستقامات بميزان الميه. تجيب ميزان الميه وتحطه تشوف الميه راح الناحية دي ولا نعدت ولا فلت الايه؟ الاستقامات. ففيه استطراق برضه في الحرارة. استطراق البرودة بالماء واستطراق الحرارة. هل أنك في غرفة والغرفة دي كنا في الشتاء والجو ايه؟ سائع. انت جبت جنب خوار زي ما تجيب المنقط في الفلاحين وتحط. بعد مدة تلاقي الجو بقى ايه؟ بقى حلو ودافئ. انما تجد النار خست لحد ما تبقى رماد. معناها ان رطوبة الحجرة والحرارة بتاعت المنقط حصل بينهم استطراق عشان يبقى الايه؟ الجو واحد. إذن كما أن للماء استطراق كذلك للإيه؟ للحرارة استطراق. فانسب بقى أيها الإنسان، أنت جسد منفوخ بجلد، يعني فيه جلد كده عندك إيه؟ ظرف لك، وحرارتك العامة 37 ما بتختلفش في أي مكان. طيب لكن في جوارح لك لا تؤدي مهمتها الا بحرارات خاصه ملهاش دعوه بال 37. فالكبد يتمرد على ال 37 دي ويبقى حرارته 40، مش كده يا دكتور؟ 40. النوع كان 40 يبقى، لكن هنا يبقى 9، لان دي لو سخنت تتسقع عليه. الله، طب دي واحد، طب ليه ما استفرقتش الحراره دي تروح هنا؟ قال لك فتبارك الله احسن الخالقين. نعم. وفي انفسكم افلا ايه؟ افلا تبصرون. يقول لك في نفسك انت لك دم والدم سائل الحياه. لما يجي الدم ده زي ما الاطباء يقول لك ده في جلطه اتجلط وهو في مدارين من الاوربه والشرايين. خلاص يبقى فيه مرض خطير. ويعملوا له بقى اي وسيله عشان يشوفوا الجلطه دي. طيب فاذا خرج من مجاريه الى الخارج جرح ولا حاجه ان ما اتجلطش يؤدي الى اي مرض. ولذلك مرضى السكر الدم بتاعهم ايه؟ ما بيتجلطش. يوم الجرح بتاعهم يعني ما يشتبش، يشتب ببطء قوي قوي. يبقى انت قدمه شيء واحد في جسم، ان كان في داخل مجاريه يبقى عايز سيوله عشان ما يتجلطش، ولما يخرج يبقى عايز تجلط علشان ايه؟ علشان يفهم. اهو ده شيء واحد وده شيء واحد. الله. يبقى اذا دي خلق مش على قوانين. القانون الاعلى ملوش دعوه، ما يحكموش شيء، انما يربط هذه من هذه ويجيب دي من هذه كلها. ولذلك احنا قلنا تلاقت القدره في الخلق الاول وتلاقت القدره في الاشياء كلها. نعم. يبقى فيه ادله كونيه في الكون، وفي ادله في الايه؟ ادله في النفس. وفي الارض ايات للموقنين، دي ادله الكون. وفي انفسكم ادله الذات. افلا تبصرون؟ يعني كأنها شيء يجب أن يبصر، يجب أن يعلم بأن تكون وسيلة إدراكه البصيرة، كأنه شيء لو أنت عندك كده يتجسد كده حتى يرى. وفي أنفسكم أفلا تبصر؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، نعم، لأن ما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به. فأي شيء ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. عقل وشيء رزق. عقل قلب نقي يبقى ايه؟ رزق. جوارح كده سليمة ومش عارف ايه رزق. كل حاجة ايه؟ رزق رزق رزق. ما ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. قال لك رزقكم في السماء تقديرا أزليا بأن كل حاجة في اللوح المحفوظ مكتوبة. وان اردت بقى الحياه الماديه اللي احنا بنشوفها دي يبقى في الماء النازل من الايه؟ من السماء، لان دي الايه؟
الحياة اللي تديك استمرار الحياة يديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطينا على أنه لا حجة لمن لم يؤمن به، إما الكون اللي حواليه وإما إيه وإما نفسه ذاته ونفسه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء إيه؟ مقدور، كل شيء مكتوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مش كده؟ وما حبة في ظلمات الأرض، كل دي معلوم عند الحق سبحانه. يبقى إذن أيها الإنسان ما تنشغلش أوي بالرزق، إلا أن تذهب إلى الرزق مش تخلقه. اذهب للرزق، فانفوا في منافذها وكلوا من الرزق. الملك مش هيجيب، انما انت بس ربنا قال امرك بالسبب، انما هو المسبب يعني. ولذلك نجد في آية الحج من روح الكعبة اللي راح او شافها واللي ما راحش ربنا يكتبها لنا سوا، يقول لك ايه؟ انزل مثلا الى السعي بين الصفا وبين المروة. دي هاجر ام اسماعيل بقت ولدها يتلون والعطش، وابراهيم تركها في مكان ما فيش فيه ميه حتى، والميه هي اول مقام ما فيش فيها الا الهواء، انما ميه ما فيش. فلما جه يمشي قالت له انت هتسيبنا كده انا والوليد لما كان ما فيش ميه؟ الامر ده ربنا هو اللي قالك عليه؟ انها نعم. قالت له طب اذهب، لا يضيعنا، اذا لا يضيعنا. يريد الله ان يجعل منها نفسها شاهد على هذه الكلمة، فتروح عطش الولد فتجري الى الصفا عالي لعلها تنجر شجرة يبقى تعرف ان فيه مية، او طير رايح هناك تعرف ان فيه مية، او ناس يدلها على المية. راحت على الصفا بس ما لقتش، قالت على المروة، راحت على المروة ما لقتش، ما سكتتش، قال لك يمكن ما جاش، ما حدش جه وانا ببص. راح التالي ما لقاش، راح التالت ما لقاش، السبع اشواط. مقدار جهد المرأة في الحركة، لانك لما تبحث قد ايه من المسافة وقد ايه الرجعة وقد ايه تحسبها، هي قدر على قدر المرأة. فيأست، اي يأست من ان الاسباب تمدها، لكنها ذكرت قولها ان الله لا يضيعنا، فذهبت مطمئنه الى ربها بتطبطب عليه. فالولد حرك رجله وبيعمل كده برجله، فلما ضرب الارض برجله كده طلعت ميه، اللي هي ذنب بالميه على ايه. فلما طلعت احد غراهم قالت لا ذنب يعني الدنيا على قد الله. الله، اذا احنا لما بنروح نسعى عشان نذكرنا الله سبحانه وتعالى بايه، وهي الآية أن الرزق موجود من الله ولكن السعي مطلوب منك. السعي مطلوب منك. ولذلك إيه؟ الرجل اللي قال مش ربنا بيقول أنت بتقوا الله يرزقكم كما يرزق الطيب، ومين قال بقى يرزقني؟ قال لي يا أخي كمل. قال لك إيه؟ تغدو خماصا وتروح فلها غدو ولها رواح. نعم. وفي السماء يرزقكم. حكى الأصمعي أنه صار يوما فوجد أعرابيا، هذا الأعرابي قال له أنت من أين؟ قال هذا من أصمع. قال يا بابا ومن أين أتيت؟ قال من المسجد. قال وماذا تصنعون فيه؟ قال نقرأ القرآن الله. قال لله القرآن؟ قال نعم، اقرأ علي. فقرأ له الجاريات هذه، فلما وصل إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، جاب السيف اللي كان بيصطاد به ومش عارف ايه بتاعه المدان وراح مكسرها، المدان بيسخف ستانه ومش عارف ايه. ربنا لم يكذب يقينا. بعدين قال الأصمعي فخرجت مع الرشيد وهارون الرشيد للحج، فلقيت هذا الأعرابي ولكني وجدته مصفر الليل نحيل كده مش عارف ايه راسك كده، فقلت ألست فلان؟ وقال ألست الأصمعي؟
قال له خلف الذي صيرك كذا اقرأ علي اقرأ علي ما قرأته سابقا. فقرأ عليه إلى أن جاء إلى هذه الآية: وفي السماء الكتب وما توعدون. قال جبريل: قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال له الله: من الذي أغضب الجليل حتى يحلف له؟ ألم ينظروا إلى هذه الأشياء يجيء الله على أنه يخطب بقى ربنا بيكتب لهم؟ فتعجب من أنه إيه؟ وقالها ثلاثا: من الذي أغضب الجليل حتى أجاه إلى أن يكتب؟ الله قالها ثلاثا. قال الأصول: فوالله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه معها. فورب السماء والأرض، شوف كده كلمة رب السماء والأرض، إنه لحق، يعني الرزق موجود في السماء ومحروم ما تخافش. فورب السماء والأرض، وأقسم بالسماء لأن الماء ينزل منها، وبالأرض لأنها تحيا وتنبت النبات، فأدي الأصل. إنه لحق، أي إن رزقكم في السماء لحق، تسجيلا قدريا في اللوح المحفوظ أو سببا مباشرا في إنزال الماء إلى الإيه؟ على الأرض. فورب السماء والأرض إنه لحق، أنا بقول كلام حق، وأحب يجسم من الحق. قال مثل ما أنكم تنطقون، فكما أنك تدرك وتتأكد أنك بتتكلم، تأكد من هذه الإيه؟ تأكد من هذه المسألة. فورب السماء والأرض إنه، أي الرزق في السماء وفي الأرض، إنه لحق مثل ما أنكم إيه؟ فكما لا تشك في أنك تنطق وتتكلم، يبقى إيه؟ ما تشكش فيه، ما تشكش فيه دي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كلمة هل دي لازم تكون لإخبار بشيء عجيب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بيشجعنا عشان نقول إيه والدين الله. هل أتاك هذا النبأ؟ بيشوه لنا في النبأ، بيشوه لنا في قصة النبأ، وجابها في سيدنا إبراهيم اللي هو قبل إيه؟ أو الأنبياء. وسيدنا إبراهيم كرمه الله بأن قال فيه: إن إبراهيم كان أمة. إيه يعني إبراهيم كان أمة دي؟ قال لك لأن خصال الخير وفضائل النفس وزعها الله على الخلق. مفيش واحد مجمع فضائل، بس أنت لك فضيلة فيه، وواحد تاني لك فضيلة في حاجة تانية، والتالت لك فضيلة في حاجة ثالثة. قال لك ليه؟ عشان يتكاتف الوجود ويتضامن. وإلا لو كان كل واحد وحدة مستقلة استغنينا عن إيه؟ استغنينا عن بعض. يبقى كل واحد فيه إيه؟ ولذلك يقول لك أوعى تحتقر حد. بل إن كنت منصف ساعة ما تشوف واحد دونك في أي شيء، يعني في اللباس ولا في، قول يا ترى أنت الفضيلة اللي فيك إيه عشان تعوض الحكاية دي؟ بين اللي أشغل أغبر ولا عندكش حاجة، يا ترى إيه الفضيلة اللي فيك اللي أنا واخد فيها صفر؟ أنت واخد فيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدلني على هذا، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقرن طاعة ما بتمشوا إيه يعني دي. فإن الله قد غفر لرجل لأنه سقى كلبا، وسقى كلب مش مكان معاه دمه ويجيب له ميه، ده ما لقاش دمه فخلع الخف بتاعه بقى يملى الميه فيه ويسقي الكلب. والكلب ده طبعا اخلاص في عمل البر، لا هينافقه ولا هيعملها رئاء ولا حد شايف ولا اي حاجه. اخفى ايه رضاه في ايه؟ طاعته، فلا تحتقرن طاعه منه. واخفى غضبه في معصيته، فلا تحتكرن معصية ما. وتقول دي ايه؟ ده بسيطة دي يعني. فإن الله قد أدخل امرأة من نار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أتركتها تأكل من خشاش الأرض. التالتة ايه بقى؟ دي مهم المكياس الاجتماعي. وأخفى أسراره في خلقه.
فلا تحتقرن عبدا ما. الإمام علي بيقول ساعة ما تشوف واحد أدنى منك في شيء تحسر إنك أنت ما تعرفش الفضيلة اللي فيه اللي خلته يبقى أحسن منك. لو عرفت مين اللي عرفت إن مفيش حد ابن ربنا، وعرفت إن ربنا ملوش ولد عشان يضلوه، وما دام ملوش ولد عشان يضلوه يبقى كلنا سواء، بس هو بعطر الفضائل والمواهب في الخلق جميعا عشان نبقى محتاجين إيه. ولذلك هناك الآية هناك من الشيطان الرجيم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، يسخروا. ان من حكمة الحق انه لم يجعل قضاء مصالح الكون تفضلا من الناس، ما قالش هطلعكم كلكم اغنيه وبعدين تبقى الاعمال الحقيرة توزعوها على بعض، انك لا مش عايزها تفضل، ده عايزها حاجة. لان اللي بينزح البكابورت ما كانش عنده عيال عايزين ياكلهم، ما كانش ده وسخ نفسه الوساخه دي. ولذلك لما يبتدي بقى يعني يجي له ترند كده يعني مش عارف برضه يظل في الايه؟ يظل في العمليه لانها سبب الرزق بتاعه. يبقى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فلو تساوينا تبقى مصالح العباد ايه؟ مصالح العباد. ولكن هل تدوم هذه؟ لا، دول بقى مرة إلى الفرفة ومرة بين الخفض ومرة مش عارف إيه، تلك الأيام نداولها إيه؟ لكن الأيام نداولها بين الناس. هنا بقى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ يبقى كلمة هل أتاك تشويق للخبر. ولذلك يقول لك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتاك نبأ مش عارف إيه؟ الله، يبقى كل هل دي تدل على ان الخبر ايه يجب ان تعرفه وتحرص عليه. هل اتاك ايه حديث، حديث اي الشيء المتداول، لانه بقى يعني بيمثل حقيقه او حكمه فالناس بتداوله في الكلام. ضيف ابراهيم، كلمه ضيف مفرده زي ما بيقولوا اللغويين، وضمها ضيوف او اضياف. فإذا كلمة ضيف تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجمع. أما إيه الحكمة في كده؟ لأن الضيف هو الذي استدعيته إلى بيتك، خلاص، أو جاء لك فصار ضيفا. افرض إن واحد فيهم ناهب، افرض إن اثنين أو أكثر من اثنين، إياك أن تفضل واحدا في الضيف على الآخر، كلهم في حفوتك واحد، فكأنهم شخص، كأن الجميع ليه شخص واحد، ما تميزش واحد عن ذا كسر الخاطر حتى في المجلس حتى في النظر. ولذلك يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ينزل الى كل واحد حتى لا يرى واحد انه احب الى قلب رسول الله، ده بيبص له كتير، لما يقدر يبص له يعمل مركز قوه بقى، حتى كل واحد يقول ان ما فيش منافس ولا ايه الا هو ضيف ابراهيم. ولذلك كل المفرد ده اللي بيدل على الجماعه جاء في كتاب الله في هذه السوره وجاء في ايات اخرى. ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم، هذه واحد، او بيوت ابائكم، هذه الثانيه، خلاص، او بيوت اعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتيحه، أو صديقكم، ما قالش أصدقائكم بقى، كل مجمع الآباء الأعمام الأخوال الخالات إلا هذا، أو صديقكم. بتشعر بأن الأصدقاء الواحد يجب ان يكون على قلب رجل واحد لا لكل واحد هوى. يبقى كانهم ايه؟ مش ده صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل له كذا، لا، لازم تكون وحده الصداقه ايه؟ واحده، وانهم يتعاونون في امر الله، وامر الله لا اختلاف فيه. الجماعه كانها ايه؟ ولذلك يقول لك على قلب رجل ايه؟ على قلب رجل رجل واحد. يبقى ضيف يعني ايه؟ اضياف. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ وبعدين قال ايه؟
المكرم مين؟ المكرم هو الذي يقع عليه الكرم والكرامة من غيره، واللي بيعملها يبقى مكرم، واللي وقع عليه يبقى ايه؟ مكرم. يبقى هم وقع عليهم انهم ايه؟ مكرمين. اللي اكرمهم مين؟ ما معنيه في خلقة الله له عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ايه؟ يفعلون، او مكرمون من الخلق اللي يعرفون. ابراهيم لما جه عمل ايه؟ اولا خدمهم بنفسه مش بعبيده، وجعل امرأته تشارك ايضا في الخدمة، والمرأة مستورة ده ثم لا دعوة بالله، وبادر الى تحيتهم، ومش بادر الى تحيتهم بالامر الحاضر يعني الموجود ياكلوه، فقام بايه؟ جاب ايه؟ بعجل، مرة بيقول سمين وقراءة يقول بعجل حليش، سمين عشان يقول يورينا ايه؟ عظمته في ذاته، سمين مش هزيل مش معظم. طب كويس، وحنيز يعني قال لك هو سمين في تكوينه وحنيز في طريقة طهيه، والحنيز هو الذي يشوى على النار المحماة، خدت بالك، ودون ايه؟ حتى يقطر ماؤه في الشواء، يبقى يعني كويس سمين، وهنا طريقة طهي ايه؟ حنيز. يبقى ده منتهى الايه؟ الاكرام. يبقى ابراهيم اكرمهم بنفسه، خدمهم بنفسه، واشرك امرأته في ايه؟ في خدمته. وبعدين ايه؟ راغ الى اهله، لان الضيف لما يكون انت ما يجي لك كده وبعد ذلك تيجي تقوم ساعه ما يقعد كده تقول له عايزك انت رايح فين؟ والله ما انت رايح. فراغ الى اهله يعني زاغ، راغ يعني هي معناها الفلاح الزاغ، مال الى الشيء خفية بحيث لم يطر به لوازم، تسلل لوازم يعني ما حدش رايح. يبقى قام كده بسرعه علشان ايه؟ طب ليه ما قامش كده؟ قال لك ربما يقول له رايح تعمل ايه؟ مش عايزين حاجه، اتفضل اقعد بس مش عارف. فراغ الى اهله، فجاء بعجل مره سمين، وبقى بعجل ايه؟ بعجل حنيز، يدل على ذاته انه يعني سمين بالاول، ويدل على طريقه ايه؟ فقربه اليه قال الا تاكلون؟ شاف ما يقبلوش على الاكل كده، ما تاكلوش، الا تاكلون؟ او عرض على ان ياكلوا، الا تاكلون؟ لما ما كلوش اوجس منهم ايه؟ قال لك لا ده ناويين على ايه؟ على شر يمر فينا. بقى كلمه فاوجس منهم خيفه، الايه دي بتقول فاوجس منهم، اوجس يعني في نفسه خاف منهم، لكن في آية ثانية أخرج الإيجاس اللي في نفسه، يا كلام إنكم منكرون، قوم منكرون. فجاء في نفسه أولا ثم نطق به إيه؟ نطق به ثانيا، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ده احنا جايين لك بنشرة حلوة، وغلام عليهم يعني ايه؟ مراته بقى يعني ما كانتش بتخلف، اللي هي ساره الاولى يعني، بشروه باسحاق. فلما بشروه باسحاق غلام، وكلمه عليهم انه سيبلغ مبلغا يقال فيها انه بقى عالم، يعني ما يقالش هو صغير، بشروه بغلام عليهم. المراه خدت من هذه المساله ازاي؟ تولد ازاي؟ وهي يعني عقيم والرجل كبير، برضه ماسكه المساله باسباب البشر، مش ماسكها باسباب القدره الايه؟ العاليه. سكت وجهها، السك هو ضرب شيء بعرض الكف بصوت بحيث يسمع الصوت، سكت وجهها. انت دل المراه تسك وجهها بنبأ مفجرها، أو ما بقى تتعجبه، ولسأل فين نتقالد وأنا عجوز؟ زين وأنا عجوز؟ فأقبلت امرأته في صرة، الصرة هو الصياح الشديد الذي يدل على انفعال في الوجدان
يجعل اللسان ايه يفزع فيه. قالت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني انا عجوز عقيم، كيف قالوا وانا عجوز عقيم؟ فردوا عليها ايه؟ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. كلمة كذلك قال ربك وردت في القرآن في اشياء متعددة، يعني في شيء يصنعه الله على خلاف ما اعتاد الناس من الاسباب والقوانين. سيدنا زكريا لما قال فهب لي من لدنك ايه ولي ايه يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ايه ربي رضيا، وبعدين ايه بلغ من الكبر، قال بلغت من الكبر ايه عتية، وهي قالت ايه انا عاقل ازاي بدل بلغ من الكبر عتية انا مرات عاقل ازاي تيتي. فرد عليه كذلك قال ربك، وما دام هو قال يبقى واقع امر ايه واقع، يبقى امر واقع. وبرضه اتقالت مع مريم لما بشرت بايه سيدنا عيسى، قالت فلما امتسني بشر بشر بشر. طب مين من قالك بقى انك لما امتسك بشر وانا قلت طب يبشروك ده بغير. طب انت فهمتها لما امتسني بشر بل يمكن هتتجوزي زي ما انت كنت مخطوبة، ممكن هتتجوزي تقولي ايه اللي قالك لما امتسني بشر ده. قالت هي فهمتها بالفطنة بالنورانية اللي مش ثقة فيه، لأنه لما قالوا أبشرك بعيسى ابن مريم والإنسان إنما ينسب لأبيه، فلما مثل أهل أمه قالت يبقى مالوش أب إزاي يحصل الحكاية دي، يبقى شوف الفتنة في الإيه. كذلك قال ربك إنه هو الحكيم، حكيم يعني يضع الشيء في إيه في موضعه، والعليم لأنه عليم بأنه حين يؤمن بشيء الشيء يطيعه، ولو لم يعلم هذه ما كانش يؤمر أشياء، يبقى بيؤمر الأشياء على معنى إيه؟ أنه يعني. ولذلك هتقراها هناك في آخر وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني يا دوب سمعت من اللي هو عايزه وحق لها ذلك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.